عمرو، لانه واضح ان هو له رؤيه في اللي انا قلته بالنسبه للبرمجه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بك. طبعا انا بأيد كلام حضرتك في ان طبعا المناقشه وفقا لحكم الدستوريه 5/5/2018، الحكم ده صدر بيقول ايه؟ بيقول ان الاشخاص الاعتباريه لغير غرض السكن، ايه هي الاشخاص الاعتباريه العامه والخاصه؟ اللي هي عباره عن الحكومه مستاجره، يعني مثلا سفارات وهيئات حكوميه، وزارات، مدارس، مدارس، مستشفيات عامه، الكلام ده كله. ده العامه. والخاصه اللي الخاصة هي الخاصه اللي هي افراد بقى، اللي هو عنده مكتب محاماه، صيدليه. لا 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 مش دي. فضل. الخاصه اللي شريف واستاذ حمدي واستاذ عمرو عاملين شركه، دي الاعتباريه. اه عاملين شركه الثلاثه، واجروا مكان مقر للشركه باسم، يعني استاذ حمدي رئيس مجلس اداره الشركه، شركه محاماه مثلا. مثلا اه ده لو شركه، لكن لو شريف محامي ماجر مكتب محامي، لا ده مش اعتباري. عظيم. لو عياده مأجر دكتور عياده، ده مش محامي. هي. صيدليه، ده مش محامي. هي. ده اعتباري، ده اسمه تجاري طبيعي. مظبوط. جميل. فحضرتك تمام اللي حضرتك قلته، حكم 5/5 صدر الحكم، وبناء عليه اتفضلت وزاره الاسكان مشكوره، عملت مشروع قانون مكون من 5 مواد بينهي العلاقه ما بين، وليه الحكم المحكمه الدستوريه برضو صدرت الحكم ده؟ لان الحكومي ملوش وارث، ده جماد. أيوة. ليس له وارث، فما يتحددش مدة الإجارة بتاعته ببداية عمر ونهاية عمر إنسان زي الطبيعي. الطبيعي امتد لجيل واحد، حكم المحكمة الدستورية قالك امتد لجيل واحد، له بداية وله نهاية. إنما الحكومي ملوش وارث، ولا الشركة اللي عاملها الأستاذ شريف والأستاذ عمرو والأستاذ حمدي ملهاش وارث، دي مقر الشركة هتفضل طول عمرها. فكان لازم يتحط حد لهذه العلاقة الإيجارية وتنهى. فعملت وزارة الإسكان، عملت مشروع جميل جدا مكون من 5 مواد. قال لك في ايه؟ يتحرر العلاقه ما بين الحكومي والشخص المالك الطبيعي، وترد الاعتباري الحكومي اللي هو الاعتباري، يعني الاعتباري الخاص والعام زي ما شرحنا. والمالك والمالك ياخد بعد 5 سنين، وفي خلال 5 سنين تزيد الاجره ل5 اضعاف، وكل سنه 15%. تمام؟ تزيد الاجره بمجرد صدور القانون 5 اضعاف. 5 اضعاف وتزيد سنويا 15% لمده 5 سنوات. بعدها 5 سنوات تحرر العلاقه خالص. تمام. واذا امتنع المستاجر عن الخروج بيتعامل قضائيا عن طريق قاضي المحكمه الامور الوقتيه. في بقى ممكن تحتك بنزع الملكيه للمنفعه العامه، دي حره، دي حاجات تانية بقى لسه، ده يعني شغل قضائي. ممكن نحتك بحاجه اسمها استحاله التنفيذ، ده شغل القضاء، ده شغل بقى تاني بعد ال5 سنين. لكن القانون والمحكمه الدستوريه، المحكمة الدستورية دي محكمة دستورية ملزمة لكافة مؤسسات الدولة، ده 195 من الدستور. مزبوط. فما فيهاش رد وما فيهاش نقد، يعني ما فيهاش طعن عليها كمان. ولا نقد، ولا ما فيش درجات تقاضي فيها. وزارة الإسكان قدمت المشروع، يروح لجنة الإسكان في البرلمان يبصوا فيه. بالظبط. الله يبارك لك. راحت اجتمعت لجنة الإسكان، هم لجنة إسكان عددهم 57 أو 58 تقريبا واحد، صح؟ اجتمع منهم 17. المفروض أنت دلوقتي بتتكلم في مشروع الحكومة ومشروع جاي لك جاهز. جه تقرير مجلس الدولة استشاري، حضرتك عارف مجلس الدولة مفوضين ولا مجلس الدولة؟ مفوضين ولا مجلس الدولة؟ استشاري، استشاري لجنة الإسكان، رد عليهم قال لهم إن القانون ده ممكن يبقى فيه شبهة عدم، شبهة مش عدم، ده اللفظ بالظبط اللي موجود في التقرير أهو، كويس؟ شبهة عدم دستورية. ليه يا جماعة شبهة عدم دستورية؟ قال لك عشان خاطر أنت رفعت على الاعتبار الطبيعي التجاري الطبيعي اصحاب المحلات والمكاتب والعيادات والصيادله، رفعت عليهم في قانون 6/97 اللي حضرتك اتكلمت عليه دلوقتي، رفعت عليهم 8 امثال. تمام. وهنا 5 امثال، هنا انت 5 امثال، فهنا كده في عدم مساواه. يبقى لو انت رفعت على الطبيعي 8 امثال، ارفع على الحكومي، الطبيعي مش اغنى من الحكومه، ارفع عليها كمان، ابتدي ب8 امثال. شبهه عدم دستوريه وعادي وتعدي، وما قالتش المشروع وحش ولا المشروع غلط ولا يرد. جت بقى اعضاء لجنه الاسكان الافاضل بقياده المهندس علاء والي، اجتمعوا، بقول لحضرتك 17 من 7 من 57 بيمارسوا مهمتهم التشريعيه. جميل. اجتمعوا علشان يدرجهم. والله العظيم اللي حصل ده، قول بس، قول والله اللي حصل ده في القانون ولا يحصل في بلاد الوقت. قول بس، خلينا صراحة. ايه اللي حصل؟ قاموا ضايفين على مشروع الحكومه 6 مواد تانيين، اللي هم ايه بقى؟ 6 مواد بيقولوا فيهم تحرير التجاري الطبيعي، مع ان حكم المحكمه مستدر بكده ومشروع الحكومه ما فيهوش كده، لكن المفوضين بيقول كده. لا، المفوضين ما قالش كده. المفوضين قال لك حضرتك لو عايز بس، قال لك شبهه، يعني عادي، عايز تعديها عديها، مش عايز تعديها ارفع بس 8 امثال زي ما رفعت على الحكومه، زي ما رفعت على الطبيعي. ما ينفعش ترفع على ده 5 وده
ترفع عليه ترفع عليه قبل كده 8 ظلمت الطبيعي ده تقرير رائع جواد، وقال لك ان المراكز الحكوميه متساويه المراكز القانونيه متساويه في لكن المراكز القانونيه مش متساويه في الامتداد. ليه؟ لان ما ينفعش حد عاقل او فقيه قانوني او دستوري يقول ان المراكز القانونيه متساويه ما بين جماد وبشر. ده جماد ده اعتباري، ده مش شخص، مش بني ادم. اذا هو ساوى الشخص في الأجرة. الاعتباري ماشي، الشخص الاعتباري ده سواه بالاجره قال لك انت رفعت على ده 5-8 امثال ارفع ابتدي ب8 هنا كمان. اوكي تمام، ادي حاجه. هم عملوا ايه بقى؟ ما عملوش كده. هم لا رفعوا 8 ولا سمعوا الكلام، خلي بالك خلوها 5، خلي بالك زي ما هم ماشي خلوها 5 يعني هم خلوها زي ما هم حسب قانون الحكومه حسب ومشوا عليها، يعني ما سمعوش كلام الفتوى، يعني الفتوى ما عملوش بيها اصلا. ده عمل ايه بقى؟ ده انا عامل حاجه فجه مخالفه عريقة لأحكام المحكمة الدستورية الصادرة حكميا. اللي هو ايه؟ اللي هو ايه المخالفة؟ حط مدة انتقالية للتجاري الطبيعي اللي هم كام سنة؟ التجاري 5 سنين فوق الخمسة؟ لا هم 5 سنين من دلوقتي من صدور القانون. المفروض القانون ينزل جلسة عامة في 23/6 اللي احنا فيه ده، أول ما ينزل جلسة عامة في 23/6 لو توافق عليه وبدون ما يعدي على اللجنه التشريعيه، دي حاجه غريبه برضو، يعني حاجه برضو ما العقل مش قادر يتوقعها، بدون ما يعدي على اللجنه التشريعيه عشان تنقحه وتقول ده كان دستوري ولا غير دستوري. وخلي بال حضرتك ان المستشار القانوني لجنه الاسكان رفض هذا القانون، رفض من الاربعه اللي رفضوا. طيب خليني بس اكمل معاك عشان ابقى فاهم كويس. قاموا حاطين 6 مواد بيقولوا فيها ايه؟ تحرير التجاري الطبيعي. ايه التجاري الطبيعي؟ لا انا بكلمك فيه مكاتب المحامين، صيدليات كويس، مخابز العيش كويس، المحلات عيادات مش. كل ده مش موجود اصلا. ده صدر له حكم قبل كده في 2002 بالامتداد لجيل واحد مش. له بدايه وله نهايه، بدايه عمر انسان ونهايه عمر انسان، صدر له حكم خلصانه قصه منتهيه، وصدر حكم لسه في 2/6 اللي فات ده برضو احكام 9 احكام ورا بعض كويس. خلي بال حضرتك برضو يعني مش حكم واحد ولا اثنين ولا كويس. يعني احكام في الدستور اللي فات واحكام حصلت في الدستور الحالي. قاموا عاملين ايه؟ اقحافا كده وبدون لجان استماع، يعني بدون ما يعمل، انت هتتكلم في الطبيعي ايوه، عمل ايه؟ حط 6 مواد بيحط مده انتقاليه ايوه للتجاري الطبيعي، وبعدها تحرر العلاقه ونفس الزياده برضو 5 اضعاف. يعني ساوى ما بين الاعتباري بالتجاري الطبيعي، ساوى ما بين الاعتباري والتجاري الطبيعي فيما لا يساوى فيه. ليه؟ لانه ساوى في المده. أوكي. هو ساوى مش كده برضو؟ لا ما سواش. لا هو أضاف 6 مواد مخالفة لحكم المحكمة الدستورية، ومنهم مادة 10. مادة 10 دي مخالفة لجميع قوانين. اللي هي إيه؟ هقول لحضرتك أهو، مخالفة لجميع اللي هي إيه؟ الأول مخالفة لجميع قوانين ودساتير العالم. اللي هي إيه؟ بتقول يطرد تحرر العلاقة فورا من تلقاء نفسها بعد انتهاء المدة بدون إنذار ولا إعذار ولا حكم قضائي، مع ان القاعده العامه المجرده في كل دساتير العالم، واحنا دوله من الدول اللي بتحط الدساتير لدول العالم، يعني احنا دولتنا مصر دي بتوضع دساتير لاخرى، عندنا فقهاء دستوريين بيوضعوا دساتير لبعض.